والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث مع فلسطين لأبحاث الأمن القومي. دكتور رمزي أهلا بك. أهلا بك وسعد مساءكم جميعا. دكتور رمزي، يعني مع تجاوز عدد أيام العدوان الإسرائيلي على غزة 100 يوم، وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 24,000 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 مصاب. كيف تقرأ هذه الحصيلة، خصوصا أن رغم كل أعداد الضحايا هذه إلا أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الفشل في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها قادته؟ يعني هذه إبادة جماعية. هذا الهدف الأساسي للحرب، المسألة ليس لها علاقة باغتيال قيادة حماس والأسرى. يعني هناك معلومات وتسريبات كثيرة أن المحتجزين الإسرائيليين يعني غالبيتهم قتلوا في هذا العدوان، فبالتالي هذه أهداف معلنة، لكن واضح أن الهدف الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي واستمراره بهذه العمليات ودفع الفلسطينيين للتهجير، سواء من خلال التهجير القسري أو ما يسميه تهجير طوعي، هو تهجير قسري. والدليل على ذلك استمراره بعمليات عشوائية واحتلال قطاع غزة ودعوة الكنيسة الإسرائيلية وأعضاء مهمين في الكنيسة الإسرائيلية مثل بن غفير وسموتريتش لإعادة الاستيطان في قطاع غزة ولتشجيع المستوطنين على الاستيطان في قطاع غزة وفتح مشاريع. إذن واضح جدا أنه ما فعلوه في النكبة، ما يسمى بخطة بلت العسكرية بتهجير الفلسطينيين من أراضي 48، يفعلونه اليوم في قطاع غزة، بحيث قامت هذه القوات القوات الإسرائيلية بعمليات جعلت من غزة مكان غير صالح للحياة، غير قابل للحياة. وهذا الخطورة على القضية الفلسطينية، الخطورة على المشروع الوطني الفلسطيني، الخطورة على مصر، الخطورة على الأردن، الخطورة على كل المنطقة. لذلك يجب المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل قوي جدا وأن يوقف هذا العدوان، لأن العدوان تجاوز الأهداف المعلنة، يعني واضح جدا أنه تجاوزها. أي محلل عسكري صريح وواضح ويدرك تماما أن الإفراج عن الأسرى المحتجزين كما تقول إسرائيل وتدمير حماس أو إخراجها أو المقاومة الفلسطينية لا يحتاج لمثل هذا العدوان السافر والشامل على قطاع غزة. عسكريا هذا لا يجوز أو غير منطقي، وبالضرورة اللي بيخلينا نشك بشكل واضح إن إسرائيل تقوم بإعادة احتلال قطاع غزة. اليوم امبارح بلشوا يسربوا تسريبات عن محور فلادلفيا، وفي اتفاق بينهم وبين مصر على الموضوع هذا، وهذا المحور لا يوجد فيه قوات إسرائيلية، لكن بدأوا يطلقوا شائعات هنا وهناك أنهم يريدوا احتلال هذا المحور نظرا لأهميته، ويتهمون انه من خلال تهريب السلاح من 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 هذا المحور هذه ثغره امنيه. هذا يشير انهم احتلال شامل لقطاع غزه مع اعاده الاستيطان والتهجير القسري للشعب. نعم. طيب دكتور رمزي، في رايك وعلى ضوء اعلان اسرائيل انها دخلت المرحله الثالثه من هذه الحرب، توقعاتك لشكل العمليات العسكريه وطبيعتها وما الذي يمكن ان تحققه اسرائيل من اهداف تسعى اليها في المرحله الثالثه؟ شوف، هم دخلوها فعليا قبل اسبوع تقريبا. قبل اسبوع تقريبا، لكن يريدوا ان يوسعوا، يعني لما دخلوها في الشمال يريدوا ان يوسعوا هذه المرحله الى خان يونس ورفح. اذا بدك مقاربه واقعيه لما سوف يكون شكل هذه المرحله، تقريبا كما هو الحال في الضفه الغربيه، احتلال اسرائيلي مسيطر على القطاعات الاساسيه في الضفه او في قطاع غزه، بحيث يسهل لهم التنقل من منطقه الى منطقه اخرى والسيطره عليها ومنع أي عمليات ضدهم، قيامهم بعمليات بين قوسين تطهيرية جراحية بسموها أحيانا من الناحية العسكرية لأهداف محددة للمقاومة أو لأهداف للناشطين ضدهم. هو يحدث كل يوم في جنين، في نابلس، في دهيشة، في كل منطقة من المناطق الغربية، وهذا ما سيحدث في قطاع غزة. وبالتالي هذه المرحلة سمتها السيطرة وعمليات محدودة ضد أهداف واضحة، أهداف عسكرية واضحة في 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 مختلف مناطق قطاع غزة، وهدفها طبعا القضاء على المقاومة وإعادة إنتاج غزة
ما بعد العدوان، هذه الخطورة، إعادة إنتاج غزة ما بعد العدوان. غزة هذا ما يأمل أن يحققه الإسرائيليون، ولكن الأمل شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء. إلى أي مدى تراهم؟ هل هم يقتربون من تحقيق هذا الأمل أم أنه ما زال صعب المنال ككل الأهداف التي أعلن عنها من قبل في المرحلتين السابقتين لهذه الحرب؟ أنا بدي أقول لا يمكن القضاء على شعب، لا يمكن القضاء على مقاومة شعب. الشعب الفلسطيني صمد لأكثر من 5 سنين. إحنا تعودنا كفلسطينيين بالضفة وفي قطاع غزة على كل هذه الهجمات الشرسة، وما زلنا صامدين على هذه الأرض، وما زلنا نقول منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، وما زلنا نقول أنه نطمح كشعب فلسطيني بحل الدولتين، حل عادل وفقا لقرارات الشريعة الدولية. بغض النظر يوميا يتم الاقتحامات والقتل والتعذيب والتنكيل ومنع التنقل، ومع ذلك الشعب الفلسطيني صامد. وبالتالي كل محاولات إسرائيل، إسرائيل مشكلتها أنها لا تتعلم الدرس الجديد. بمعنى الدرس الذي يجب أن يتعلمه منذ أكثر من 75 عام إلى الآن، أن الحلول الأمنية لا تنجح مع الشعوب، لا تنجح أبدا. صحيح أن هناك فارق قوة بيننا وبين الإسرائيليين، ولكن هذا الفرق لا يعني ولا يمكنهم من إخضاعنا. جربوا ذلك في صفقة القرن، جربوا ذلك في عام 1967 في كل محاولاتهم العسكرية. لو عسكريا نجحوا في ذلك، لكن الشعب الفلسطيني الصامد والقضية الفلسطينية باقية. هذا نقطة. النقطة الأخرى، مشروعهم في قطاع غزة سوف يصطدم بشكل كبير جدا بمصر. مصر دولة عظمى في المنطقة، في المنطقة الإقليمية، دولة إقليمية كبرى، وبالتالي هي لن تسمح أبدا سواء بالتهجير لأنه تهديد لأمنها القومي ولأنه تصفية للقضية الفلسطينية، وثانيا لن تسمح بوجود قوات إسرائيلية على حدودها، لأن هذا يعني هذا مخالف أصل الاتفاقيات التي حدثت. وبالتالي إذا استمر الصهاينة بالتفكير بإخضاع الشعب الفلسطيني ومحاولة إخضاع الدول العربية لأجنداتهم السياسية بحجة الإرهاب إلى آخره من القضايا، هذا سوف يشعل المنطقة، والمنطقة تشتعل. المنطقة تشتعل الآن لأنه إسرائيل تتنكر حتى للمطالب الأمريكية. يعني هذا واضح كان في زيارة بلينكين الأخيرة. لا يوجد رادع لحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وهدفهم واضح جدا البقاء في الحكومة. طيب دكتور رمزي، كان هناك تيار في الشارع الإسرائيلي يؤيد الحرب، يؤيد استمرارها حتى يمكن القضاء على حماس وعلى القادة في قادة المقاومة في غزة، ومن ثم كانوا يؤيدون هذا، ولكن مع استمرار هذا الفشل، مع استمرار آلاف من المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة للضربات التي توجهها المقاومة لجنود الاحتلال في غزة، بالإضافة إلى فشل الجيش في فك أسر أي من الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة، بالإضافة إلى ما حدث اليوم في رعنانة شمال تل أبيب، وما أعلنه قبل قليل قائد منطقة الشرطة المركزية في إسرائيل بأن حادثة رعنانة هي هجوم إرهابي خطير كما وصفها، وقال إنه تم اعتقال إرهابيين يبلغان من العمر 24 و44 عام، ولا نستبعد احتمال وجود تهديدات إضافية. على ما يؤشر كل هذا خصوصا بالنسبة للشارع في إسرائيل؟ أولا يؤشر على أنه خطوات إسرائيل وسياستها تجاه فرض الحلول من خلال استخدام القوة هو قضية فاشلة، وسوف تواجه بشكل كبير جدا في صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني. هذا عملية رعنانة أحد المؤشرات على 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 قيام إسرائيل منذ أكتوبر حتى الآن بفرض محاولة فرض الهيمنة والسيطرة وقطع الطريق. الخليل لها يومين محاصرة، مدينة الخليل 850 ألف نسمة تم محاصرتها، وبالتالي ماذا يتوقع الإسرائيليين من الشعب الفلسطيني في ظل محاولة الحصار والبطالة ومنع العمال من الذهاب إلى عملهم؟ كل هذا يفرض ضغوط وسوف يتنامى ويتصاعد دائرة العنف ودائرة المقاومة. هذه النقطة. النقطة الثانية، الشعب بداية بدأ الشعب الإسرائيلي يعي أنه الحكومة الإسرائيلية تؤدي به أو تودي به إلى التهلكة، تودي به إلى مزيد من الضحايا في أعداد جنوده وأعداد رعاياه. اليوم إحدى استطلاعات الرأي تم نشرها تقول لم يعود غالبية المستطلعين الإسرائيليين على ثقة بأن إسرائيل تقوم بعملية النصر على المقاومة الفلسطينية، أو هي في خطى يعني قوية وإيجابية في موضوع النصر. النصر أصبح كلمة
يعني تحدث بها نتنياهو من أجل كسب الشارع، ولكن لا أحد يصدقه، حتى مصداقية نتنياهو يعني نقصت عن 5% لأول مرة في التاريخ. نعم. رئيس وزراء إسرائيلي لا يتم احترامه ولا يتم الثقة فيه، فبالتالي أي عن أي نصر يتحدثون؟ أنا أتوقع شخصيا أن يحدث انقلاب على الحكومة داخليا. نعم. وعلى نتنياهو من خلال الليكود، وتتم الدعوة للانتخابات عاجلة. نعم، شكرا، وصلت الفكرة. شكرا لك دكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، كنت معنا عبر الهاتف.